السلام عليكم طلاب، محاضرتنا اليوم تعتبر هي المحاضرة الثانية لنظام التشغيل ويندوز 7، وتعرفنا طبعا هي ضمن فصل اوبريتنج سيستم نظام التشغيل، وتعرفنا على أهداف نظام التشغيل، وصنفنا أنظمة التشغيل اللي من ضمنها نظام التشغيل اللي هو يعتبر ويندوز، والنسخة اللي نتحدث عنها ضمن مفردات المنهج اللي ندرسها هي ويندوز 7. وعرفنا هناك أنظمة عديدة بالمحاضرات السابقة نظام التشغيل، اللي هي نظام التشغيل الدوز عبارة عن أوامر كتابية، قلنا تتطلب من عندها حفظ هذه الأوامر. وأيضا من نظام التشغيل اللي هو لينكس، نظام التشغيل ماكنتوش، ونظام التشغيل اللي هو أندر ويند موجود بالموبايلات اللي نستخدمها. وأيضا عندنا نظام التشغيل اللي هو مايكروسوفت أوفيس ويندوز. فاليوم نتحدث على نظام التشغيل ويندوز 7، على الرغم من أن نظام التشغيل ويندوز 7 هو ليس أحدث إصدار شركة مايكروسوفت، ويوجد الآن إصدار ويندوز 8، إلا أننا سنتناوله بالتفصيل، وذلك انتشاره الواسع في الحواسيب الشخصية في الجامعات والمدارس والمكاتب ومقاهي الإنترنت والبيوت. وظهر هذا الإصدار في 22 أكتوبر 2009 بعد نظام ويندوز فيستا، وتمثل عملية إطلاق شركة مايكروسوفت لنظام تشغيلها ويندوز 7 أول نقلة نوعية كبرى منذ إطلاق نظام تشغيل XP الذي شمل على تغييرات كثيرة لنظم التشغيل. يعني بمعنى ذلك أن نظام التشغيل ويندوز هو أحدث إصدار لشركة مايكروسوفت للنسخة اللي قبل اللي هي فاستا وويندوز XP، بينما بعد ذلك ظهرت نسخ جديدة غير نظام التشغيل ويندوز 7، نظام الويندوز 8 و8.1، وأيضا نظام التشغيل 10 وهكذا. وقلنا شركة مايكروسوفت كل سنتين صدرها نسخة جديدة، وطبعا النسخة اللي صدرها تختلف عن النسخة اللي قبلها بإضافة ميزات وأوامر إضافية تكون أفضل من أو ما موجودة بالنسخ التي صدرت قبلها. فإذا فيه حالة دائمية علما لتحسين هذه الأوامر من ضمن الإصدارات. فظهر هذا الإصدار اللي هو ويندوز 7 سنة 2009، وطبعا هو يكون أكثر انتشارا وواسع في الحواسيب الشخصية، اللي أكثر طرقه هو استخدامه بالجامعات والمدارس والمكاتب وأيضا المقاهي الإنترنت والبيوت. وهو يميز طبعا يعتبر هو إطلاقه لشركة مايكروسوفت نظام تشغيلها ويندوز 7، وتعتبر هي أول نقلة نوعية كبرى منذ إطلاق نظام تشغيل هو XP، شمل على طبعا تغييرات كثيرة لنظم التشغيل. ويضم نظام التشغيل ويندوز 7 العديد من المميزات والقدرات الجديدة والمتطورة، إذ قامت شركة مايكروسوفت بتحسين أساسيات نظام التشغيل، وهي أكثر ما يهتم به المستخدمون. فمثلا تشغيل وإغلاق نظام التشغيل بطريقة أسرع مع ظهور المزيد من التحسينات والتوافقية مع البرامج، وظهور القليل من إشارات التحذير لمنع المستخدم المزيد من الوقت لإنجاز الأعمال التي يرغب في إنجازها دون مقاطعة. وقد تم مراعاة تطوير نظام التشغيل ويندوز 7 بعدد من الأمور التي تضفي طابع الاحترافية، كما قامت شركة مايكروسوفت بتغيير طريقة الربط على الشبكة اللاسلكية، إذ كان المستخدم يعاني من صعوبة الوصول للشبكة اللاسلكية باستخدام ويندوز فاستا. إذن يضم نظام التشغيل ويندوز 7 العديد من الميزات قلنا والقدرات الجديدة والمتطورة اللي ما موجودة بالنظام التشغيل فاستا. قامت هذه الشركة مايكروسوفت بتحسين أساسيات نظام التشغيل اللي أكثر ما يهتم به المستخدمون، مثلا عند تشغيل وأغلاق نظام التشغيل بطريقة أسرع مع ظهور مزيد من التحسينات والتوافقية، من خلال يتم تشغيل مثلا الحاسب هناك راح تظهر لي إشارات التحذير لمنع المستخدم من الوقت، مثل إنجاز الأعمال يطلب منها وقت يرغب في إنجازها بدون مقاطعة، فأكيد راح
تظهر لي هذه المقاطعات في كل مرة، وراح طبعا يحدث زيادة بالوقت. و فنظام شركة المايكروسوفت قامت بمراعاة هذه تطوير هذه النظام التشغيل ويندوز النسخة بعدد من الأمور حتى تضفي طابع الاحترافية، وقامت أيضا بتغيير رابط طريقة الربط على الشبكة اللاسلكية اللي كان المستخدم يعاني من صعوبة الوصول للشبكة اللاسلكية في نظام التشغيل اللي هي فاستا. متطلبات تثبيت تنصيب الويندوز 7 أو 7. الجديد في ويندوز 7 هو الزمن الذي يحتاجه نظام التشغيل للتثبيت بشكل كامل، وهو 26 دقيقة، وهذا ما قامت به شركة مايكروسوفت إذ عملت على تقليل الخطوات التي تحتاج إلى استجابة المستخدم. تقتصر تلك على تحديد القرص الذي تنوي استخدامه للتثبيت، وتحديد المنطقة الزمنية واسم المستخدم وكلمة المرور، وإعدادات شبكة الاتصال التي يمكن اختيارها إلى الوضع الافتراضي للوصول إلى الشاشة الترحيبية لويندوز 7. إذن متطلبات، ما هي متطلبات تثبيت وتنصيب ويندوز 7؟ الجديد في تثبيت وتنصيب هذا نسخة هذه النظام الزمن اللي يحتاجه بشكل كامل هو 26 دقيقة، هاي ما قامت به شركة مايكروسوفت. قبل لا أن يكون أقل من ساعة يثبت، فقللت هذه العمليات والخطوات اللي يحتاج إلها إلى استجابة المستخدم، إذ تقتصر مثلا على تحديد القرص، استخدام مثلا تثبيته، تحديد المنطقة الزمنية، اسم المستخدم، كلمة المرور. فهذه الإجراءات تستغرق وقت، فهنا هذه النسخة اللي صدرتها ما يحتاج أن يقوم بإعدادات كل هذه الإعدادات بشبكة الاتصال خلال يتم وقت قصير من 26 دقيقة لكي يتم تنصيبه. هناك قلنا متطلبات يجب أن نعرفها عند من خلال تنصيب أو تثبيت ويندوز 7. لابد أن نعرف الإصدار، قد يكون من نوع 32 بت أو من نوع 64 بت. لازم نتعرف على نوع المعالج، هل يكون من نوع 32 بت أو 64 بت. أيضا الذاكرة الرام، قل نوع الرام، المساحة الخزن 1 جيجا بايت، 2 جيجا بايت، بطاقة رسوميات، مساحة على القرص الصليبي ايش قد يتطلب، مشغل القرص المدمج للتنصيب قد يكون من نوع سي دي او دي في دي. فعند تشغيل اي برنامج لابد وان نركز على المعالج، لان يعتبر المعالج هو العقل المفكر للكمبيوتر كله، يعني بحيث يستقبل اي لعبة انت تريد تنصبها أو أي عملية تريد تنفذها، سواء تكون عملية حسابية مثلا تقول لها عملية 2 زائد 2 يساوي 4، لابد من أن ينفذ ليها، لابد أن المعالج ينفذها. فمن أضغط على بالكيبورد أو أحدد العملية الحسابية، هناك برنامج ينطيني طبعا ينفذ لي هذه العملية وينطيني النتيجة. احنا ما نعرف بأن هناك برنامج يستعمل به الأكواد حتى تتم هذه العمليات، يعني هناك قد تكون هذه العملية 2 زائد 2 سوى 4 هي عملية بسيطة، لكن من تجي كبرمجيا شوفها هي مجموعة أو عدة سطور من الأكواد. ففقط اللي مختص بالبرمجة ودارسها راح يعرف بأن هناك عمليات كثيرة أو سطور من أكواد، يلا يحسب لي هذه العملية 2 زائد 2 وغيرها. فإذن لابد وأن يكون هناك فد آلة موجودة بها مخزنة عن طريق هذه الأكواد ويبدي يحسبها. فإذا لابد وأن يمر بمن؟ بالمعالج، فهنا يخزنها أولا. فإذا لابد أن نعرف شنو، بأنه هذا الإصدار من أريد أن أنصب الويندوز، هل الحاسبة ماتي من النوع النظام مالتها المعالج 32 بت أو 64 بت. وأيضا رح ينطيك من خلال المعالج الذاكرة، المساحة الخزنية جد،
على المساحة، على القرص أيضا إيش قد يحتاجها. قد تكون الذاكرة الرام قد تحتاج في 32 بت إلى 1 جيجا بايت، وإذا 64 بت يحتاج إلى 2 جيجا بايت. أيضا بطاقة رسوميات، معالج الرسوميات قد يكون دايركت مثلا معنا نموذج التشغيل اللي هو ريفر موديل 1.0. مساحة على القرص الصلب قد يحتاج 32 بت إلى 16 جيجا بايت اللي هي مساحة الخالية، بينما ب 64 بت يحتاج إلى 20 جيجا بايت مساحة خالية. ومشغل القرص المدمج للتنصيب قد يكون من نوع دي في دي أو سي دي. فإذا لابد من أن هناك يكون دعم من خلال توافق بين المعالج وبين الرام. بمعنى ذلك أنت من تريد تنصب أي برنامج سواء يكون 32 أو تريد تنصب لك لعبة معينة، شوفها ما تتنفذ تقطع. ليش؟ أنه أنت الإصدار مالتك 32 واحتمال هذه تتنفذ أو تتنصب على 64 بت. حتى لو كان الرام كبير ومساحته كلش كبيرة، لكن المعالج هو اللي يكون مسؤول عن هذه العملية. كأنما احنا شلون نقول مثلا 32 بت الإصدار يكون يختلف عن 64، كأنما نقول مثلا عندنا حقيبة كبيرة وعندنا كيس، فنبدي اثنيناتهم نبدي بإملائهن نمليهن إلى حد معين أو قدر معين مثلا هنا، لكن من الأكبر راح يكون أكيد الحقيبة راح تكون أكبر من الكيس، إن اثنيناتهم إلى حد ما تمتلي الحقيبة أو الكيس، لكن الحقيبة تكون أكبر من الكيس وأيضا راح تنمي اثنيناتهم. فهذا أهم شيء هو أن يكون المتوافق المعالج مع الرام. فما يصير أني أقدم مثلا الرام إذا كان حجمه كبير وعندي المعالج أقل، فما راح يستقبل هذه التعريفات الويندوز، وما ما ممكن أن يكون أن يعمل المعالج بتنفيذ هذه العملية أو تنصيبها. فإذا لازم أن نعرف الفرق بين نظام 32 بت و 64 بت. إذا المعالج 32 و 64 هي تعمل اثنيناتهم كفاءة أعلى من اللي يعمل، أكيد 64 راح يكون كفاءته أعلى من 32 بت. فإذا لابد أن نعرف بأن المعالج هو وسيلة ينقل البيانات والمعلومات من خلال هذا الإصدار، سواء كان من خلال المعالج ومن خلال الرامات. المميزات الجديدة في ويندوز 7 فيما يخص البرامج والأدوات الجديدة، وضع شركة مايكروسوفت في الويندوز 7 مزايا عديدة تخص مثلا بسهولة الاستخدام، فمثلا على سطح المكتب وشريط المهام يتم توفير آلية التنقل بين البرامج من خلال المفتاحين هو Alt زائد Tab، توسيع التوافق بين نظام التشغيل مع مختلف الأجهزة، دعم أجهزة الحاسوب مع معالجات 64 بت، فيمكن للحاسوب 64 بت التعامل مع كميات أكبر من المعلومات من نظام 32 بت، يمكن استخدام أكثر من الذاكرة للوصول العشوائي تتجاوز 4 جيجا بايت. ويضم ويندوز 7 الإصدار الثامن من المتصفح إنترنت إكسبلورر 8 أو 8 هي إنترنت إكسبلورر 8. يعني فيما يخص البرامج وهاي الأدوات الجديدة اللي يقصد بها، هاي الشركة وضع الشركة مايكروسوفت مزايا عديدة تخص سهولة الاستخدام. مثلا على سطح المكتب وعدي شريط الأوامر، سطح المكتب ممكن نعرض الأيقونات مجلدات ملفات من خلالها، سهل استخدامها من خلال نقرها بالماوس بصورة أسرع، بدل ما أروح ملفات قد تكون داخل البرجرام ومن برجرام راح يفتح لي نافذة جديدة وهكذا، ممكن من خلال سطح المكتب بشكل أسرع أو من خلال شريط المهام موجودات هذه المجلدات أو الملفات ممكن أن أستعرضها. أيضا يوفر لي آلية التنقل بين البرامج من خلال من؟ بين Alt مفتاح Alt وتاب من خلال موجود لوحة المفاتيح، ضغطيناتهم ممكن أن تقل، ممكن فاتحة أكثر من نافذة واحدة،
قد تكون محاضرة، قد تكون كتابة نص معين على الوورد، أيضا فاتحة بعد صفحة الويب الإنترنت، فكلها ممكن أني موجودات أستعرضها من خلال شريط المهام وأتنقل من خلال Alt زائد Tab، أتنقل من هنا أريد أفتح أريد أغلقها مؤقت وهكذا. توسيع التوافق بين نظام التشغيل مع مختلف الأجهزة، أي أجهزة ممكن أن تربط، سواء طابعة سواء بلوتر سواء سكانر، متوافق تكون مع نظام التشغيل أو ويندوز 7. أيضا دعم أجهزة الحاسوب مع معالجات 64 بت، تدعمها من قبل شوية احنا شرحناها شنو عملية الدعم اذا كانت 64 بت او 32، وقلنا كل ما تكون 64 راح تاخذ كميات اكبر من المعلومات الموجودة بنظام 32 بت. يمكن استخدام اكثر من ذاكرة الوصول العشوائي تتجاوز قد تكون 4 جيجا بايت، ويضم ويندوز ايضا الاصدار الثامن متصفح انترنت اكسبلورر اللي هو متصفح النت. وندرج اهم المميزات الجديدة في ويندوز 7. تظهر الويندوز أو يظهر ويندوز أكثر ترتيب وتنظيم، تساعد المستخدم على ترتيب الويندوز على سطح المكتب مع ثلاث طرق جديدة وبسيطة لكنها تسمى بسناب إيروبيك إيروشيك. خلفيات سطح المكتب جديدة وكثيرة، ويمكن عمل شرائح لسطح المكتب تعرض بانتظام، والذي يعرض سلسلة من الصور، ثم إعادة تصميم شريط المهام بالكامل للحصول على المزيد من السهولة من التعامل وبسرعة كبيرة. شكل شريط المهام في ويندوز 7 شبيه بشريط التنقل السريع في النسخ السابقة من الويندوز. الأدوات الذكية ويحتوي اللي هكاجس يقصد بها، ويحتوي ويندوز 7 على برامج صغيرة تسمى الأدوات الذكية، وهي توفر معلومات سريعة وتتيح إمكانية الوصول بسهولة إلى الأدوات المستخدمة بشكل متكرر. ميزة البحث اللي هي سيرج يقصد بها هي التي تتيح البحث ضمن كل شيء في نظام التشغيل، أي ليس طبعا هي تعتبر هي ليست ملفات فقط في البرامج ووسائل البريد الإلكتروني ومواقع الإنترنت، ميزة البحث سيرج تتيح البحث ضمن كل شيء في نظام التشغيل، أي مو بس تستعرض لي الملفات فقط أو البرامج، ممكن بوسائل البريد الإلكتروني ومواقع الإنترنت من خلال سيرج البحث ممكن أن أكتب أي برنامج أو أي موضوع أريد أبحث عنه وأنفذه. ميزة التكنولوجيا، الميزة الأخرى أيضا ويندوز توتش، هي ميزة جديدة في ويندوز 7 وتساعد على تصفح الإنترنت. إذن الميزات الجديدة في ويندوز 7 تظهر الويندوز أكثر ترتيب، وأيضا تنظم وتنظيم تكون وتساعد المستخدم على ترتيب الويندوز، ويعني سواء يكون على سطح المكتب من خلال الميزات اللي نستخدمها الأمر اللي هي أرك إيرو العفو شيك وإيرو بيك وسناب، هذه نستخدمها الإيرو شيك إن شاء الله بالعملية نطبقها وننزلكم فيديو توضيحي لمادة العملي وشون نستخدم هذه تكون أفضل تعلمها ومشاهدتها تكون أسهل من النظري. استخدام اللي هي إيروشيك الاهتزاز تعمل هاي على تصغير الويندوز الموجود على سطح المكتب، يعني مثلا أنقر فوق شريط عنوان نافذة، أي نافذة مفتوحة، ونضع المؤشر الماوس فوق شريط عنوان النافذة، ثم تتم عملية السحب أو الهز، يسموه هز النافذة، فيتم هز النافذة أو سحبها للخلف والأمام بسرعة، ممكن لتصغير الويندوز والأخرى المفتوحة، وأخليه مثلا في شريط المهام، أخفيه في شريط المهام، وأي وقت ممكن أن أراجع مجرد النقر عليه. الأخرى طريقة الأمر الثاني اللي هو سناب المحاذات، أيضا يقوم بتنظيم الويندوز الموجود على سطح المكتب وتغيير حجمه بحركة الماوس مثل بسيطة، قد تكون على جانب سطح المكتب وتوسيعها قد تكون عموديا بطول معين، بطول الشاشة كلها مثلا بالكامل، أو تكبيرها مثلا تمليلي سطح المكتب بأكمله.
والميزة الأخرى، الميزة الخلفيات اللي هي باك جراوند أو ويل بيبر، سطح المكتب أيضا خلفيات تكون سطح المكتب جديدة نستخدم بها مثل كثيرة، مثل توجد هناك شرائح لسطح المكتب تعرض لي مثلا بانتظام، يعرض سلسلة من الصور خاصة بالمستخدم، قد تكون بالمستخدم الشخصي اللي مستخدم الحاسبات عنده صور شخصية أو موجودات مخزنة على الكمبيوتر الموجود سواء بالمختبر بأي مكتب، هناك صور خاصة بالنظام أو قلنا صور شخصية أنت مخزنها. فإذا عملية استخدام الاهتزاز مع النافذة تصغر لي كافة الويندوز الأخرى، تقوم بعملية تصغير، سحب النافذة تسحب لي إلى جانب سطح المكتب حتى توسعها مثل إلى نصف الشاشة، قد تكون تبدأ بتحريك أكبر النوافذ أصغرها من خلالها، ورح نجريها بشكل عملي إن شاء الله تكون واضحة أكثر، مو مثل شرح نظري يكون. ثم نعيد تصميم شريط المهام بالكامل حتى نحصل عليمن على المزيد من السهولة في التعامل مع أي خاصية نريدها. مثلا عندي هنا خاصية اللي هي مثل الانتقال السريع اللي هي جوب ليست، هي طريقة سريعة للوصول إلى أحدث الملفات اللي يتم استخدامها. وهناك أيضا عندي شكل شريط المهام في ويندوز ممكن إحنا نستخدمها وغيرها، هناك أدوات شكل شريط المهام في ويندوز 7 شبيهة بشريط التنقل السريع اللي موجودة في النسخ السابقة. يعني عندما أشغل مثل برنامج جديد وأضيف رمز البرنامج إلى شريط التشغيل، فمن عند التشغيل أكثر من نسخة من البرامج راح تجتمع كلها وين تحت هذا الرمز، من خلاله يتم معاينة كل نسخة من هذا البرنامج. عندما أضغط مثل على أي أو أي واحد من المربعات المعاينة يتم أضغط عليها يتم استعادة هاي النافذة إلى الحجم الكبير. من خلال من هاي الميزة إحنا متوفرة بعملية التنقل بين البرامج، هاي الميزة الموجودة في نظام الويندوز 7 اللي هي قلنا مفتاحين يجوا Alt زائد Tab ضغطة واحدة تصير، وتسمى يعني هاي سميت هاي شركة مايكروسوفت بهاي الميزة يسموها بالنظرة الخاطفة اللي هي ايروبيك. بعد عندنا ايضا ميزة الادوات الذكية اللي هي كاجست، وهذه الكاجست قلنا يحتوي ويندوز على برامج صغيرة تسمى الادوات الذكية، وهذه البرامج هي تعرض لي شرائح صور، عناوين الأخبار مثلا، الطقس، التقويم، الساعة، اللغز، الصور أيضا موجودة، من خلالها يتم إذا أريد أنقر أي وحدة من ذني عملية السحب الإفلات، عملية كوبي بيست، عمليات أخرى يتم من خلالها أنقرها على سطح المكتب وتبقى ثابتة بالعرض، وتبدأ التغييرات يتم عليها من خلال مثلا دائما إحنا نخلي الساعة مثبتة على سطح المكتب لمعرفة الوقت، وتبدي نغير بأنواع الساعات وغيرها. ميزة البحث اللي هي سيرج قلنا تتيح البحث ضمن كل شيء في نظام التشغيل، يعني ممكن أنا أصل إلى يعني بأي زر الويندوز من خلال الستارت حتى شلون أشاهد مربع البحث سيرج، أنقر على زر الويندوز اللي هي ابدأ ستارت راح يخرج لي بالأسفل مربع البحث سيرج بوكس. في أعلى المجلد ممكن العثور على أي نوع من الملفات أو مزيد الملفات في أماكن مختلفة، من خلال عملية البحث أكتب اسم الملف راح ينطيني إياه بشكل أسرع. تظهر قائمة من الوثائق، أكو مرات لها قائمة من الوثائق تظهر ذات صلة خاصة بصور، موسيقى، البريد الإلكتروني على الحاسوب، محركات الأقراص تظهر بالجهة الثانية راح تظهر لي وأجهزة الحاسوب الشبكية، فتذهب لي إلى مكان الملف أنت المراد البحث عليه من خلال كتابة اسم الملف. تكنولوجيا بعد ميزة أخرى اللي هي ويندوز سورج توجي، ميزة جديدة في ويندوز 7 قلنا يساعد المتصفح وين بالانترنت، يعني مثلا شاهد من خلال الألبومات، المجلدات، الصور تنتقل بين الملفات والمجلدات باستخدام أصابع اللمس الموجودة بالانترنت بالتصفح. ميزة إذا تعتبر هذه الميزة من ميزات الويندوز 7. ميزة أخرى من ميزات
نسخة الويندوز 7 هي اكس بي، ميزة اكس بي مود، وهي تعتمد على تقنية التشغيل الافتراضي الخاصة بمايكروسوفت، يعني تسمح للمستخدمين الويندوز 7 تقوم بعملية تشغيل ويندوز اكس بي، يعني لها إمكانية بشكل يكون ضمني. الغرض من هذه الميزة هو الشركة تقوم بالضمان حتى تحصل المستخدم تحصل على توافق كامل لكافة التطبيقات اللي يرغب هو بتشغيلها. معنى ذلك إذا الغرض من عندها شنو؟ ضمان الشركة حصول المستخدم على توافق كامل لكافة التطبيقات اللي يرغب بتشغيلها. هذه الميزة من ميزات ويندوز 7. ميزة أخرى، ميزة برنامج اللي هي بروبلم ستيب ريكوردر، برنامج هو لتسجيل مجموع حركات الماوس والويندوز التي يتم تشغيلها وحزمها في ملف، ويفيد هذا البرنامج في حل مشاكل الحاسوب من خلال إرسال الملف المسجل إلى الشخص الخبير دون الحاجة لوقت طويل، يعني حتى دون الحاجة مثلا وقت طويل حتى في شو نقول في شرح المشكلة، ما يحتاج أن يشرح له المشكلة برسالة، أي طبعا عن طريق تسجيل مجموعة من حركات الماوس والويندو ويحزمها في ملف، أيضا يختصر لي بالوقت ويتم بها عملية شرح المشكلة. هذه الميزات اللي يتميز بها نظام الويندوز تختلف عن الميزات اللي قبلها سواء اكس بي او نظام التشغيل اللي هي فيستا. شكرا طلاب على حسن استماعكم للمحاضره.